قال انك بتحب البرجر، ايه اكتر اكلة مش بتحبها؟ كوارع. غلط، باباك قال لي ان اكتر اكلة بتكرهها البيتزا. يا خسارة. طب بتشجع فريق مين؟ الزمالك. ده قال لي انك اهلاوي اصيل. يا نهار ابيض على الاخطاء الكروية. لا بصوا انا مش هكمل لانه واضح كده من بدري ان الفجوه كبيره، وانا دلوقتي لازم اتخذ معاكم موقف حاسم وقوي لانه خلاص العيله دي فيها تفكك اسري، ان انا دلوقتي احاول اغير حاجات بسيطه في مخ والدك علشان يحاول يبقى متماشي معاك. عندك مشكله؟ لا. طيب تمام، اتفضل يا استاذ دانيال. ميرسي قوي يا دودي ان انت وافقت. اتفضل يا استاذ عوعي. قوم معايا. طب انا هعمل ايه بعد كده حضرتك؟ انا هعمل ايه ان شاء الله؟ اقعد انت ساكت خالص. دي كانت غسلت الاوتوماتيك وقلبتها، انا بعمل اجهزه. اتفضل ادخل. قوم يا دوجي، قوم يا دوجي، دوس على الزرار. انا الزرار. اقفل الباب جامد كده على بابا. ايوه هو اتقفل خلاص. ايوه دوس بقى على الزرار. انا الزرار اللي هو اللي قدامك ده. ايوه ده. ايوه ده، وريني كده. دوس. تعالى بقى خد امجيلي هنا كده، امجيلي هنا كده على الطقم اللي انت عايزه عشان لما يجي المحاسبه. امجيلي امجيلي هنا. هنا؟ هنا. ايوه امجي. ايوه بس كده، شكرا. هي اقعد بقى. يلا. عارف لو ما اتغيرتش يا بابا؟ اقعد بقى، حط السماعه ورا ظهرك. اطلع يا استاذ عوعي. دانيال ابني، اقفل الباب يا عوعي، اقفل الباب وراك. انت صغرتني ليه كده؟ دانيال ايه اللي طلع لك ده؟ ينفع تصغرني كده؟ اقدر اروح الصغر ازاي؟ خش 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 يا بابا، خش يا بابا، خش يا بابا، خش هنا يا استاذ عوعي. خش يا بابا، خش يا بابا، لو سمحت لو سمحت، خش يا بابا، خش. اعمل ايه؟ لا دخلي تاني لو سمحت. ايوه يدخل تاني وبعدين، ما هو ده باباك خلاص. ما احنا هنرجعه. هترجعه ازاي يا حبيبي؟ المكنه دي بتشتغل مره كل 24 ساعه. خدوا بقى روحوا. نعم. انا عايز ارجع لجسمي القديم. ما انا مش عارفه اعمل ايه والله، ده ابن حضرتك هو اللي مضى ووافق على كده اهو، حتى شوف الامضاء حضرتك. انا اعمل ايه بقى؟ انتوا هتحيروني معاكم؟ انت ازاي تعمل كده؟ انا ما عملتش حاجه. قال لي ايه؟ انت صغرتني. قال لي دوس على الزر اللي قالت لي دوس على الزر اللي قدامك. انت ازاي تدوس على الاحمر؟ اروح الشغل ازاي انا دلوقتي؟ مش هيعرفوني اصلا. معاك حق. اجيب لكم فلوس منين واكلكم؟ يا لهوي، ولا تسوق ازاي؟ ده ممنوع على الاطفال اللي زيك السواق. هتقضيها تكاتك بقى. معلش يا استاذ عوعو، اتشعبط. سيب صاحبي بقى زي صهرك. اتصدق صاحي، ده انا مش واخده بالي. طب هز كده عشان اتاكد انها مش باروكه. اهو شفت نفس حركتك يا دانيال. يا لهوي نفس الحركه. قوم لا عشان اروح لامك. قوم يا حبيبي. معلش. قوم يا دانيال، خد ابوك وامشي. خلي بالك يا ابني وانت بتعدوا الطريق بقى، روحوا اي حته. ايه ده؟ انا رحت. انت ايه يا دودي بقى؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اقعد على رجلي باباك. تعال بوسو. ممكن بقى اخر سؤال يا استاذ عوعو؟ اتفضلي. حضرتك اللي على دماغ ابنك ده شعره ولا باروكه؟ شعره. طب ممكن تشده لنا كده نتاكد؟ ما هو اهو. طب هزه كده يا دودي اخر مره عشان نتاكد. خلاص كفايه، صدقتك. يلا خد باباك بقى وامشي قبل. يا جميله يا خلاص يا ناس على الضحكه الحلوه. ازاي دلوقتي انا وانتي هنقعد نلعب مع بعض؟ ماشي، بس مش عايزين نضحك، عايزين نكشر. تعرفي تكشري؟ وريني كده تكشرتك. لا جامد اكتر من كده. ايوه هي دي. بصي هنعمل اول سباق مع بعض، هنشوف مين فينا اللي هينفخ البالونه اسرع. تعرفي تنفخي؟ حاولي. ما ينفعش هنا تقولي ما بعرفش، لازم تعرفي كل حاجة عشان انتي شاطرة. حاولي نشوف هتوصلي لحد فين. خدي اللي عايزة دي. عايزة دي؟ خدي اختاري اللي انت عايزة. ماشي انا هاخد انا دي. يلا 1 2 3. برافو.
لا بصي بصي هقول لك ازاي. بصي بقى استنى وقفلي كده. ايوه كده وقفلي عليها تاني. انفخ انفخ انفخ. هاتي امسكها لك، هاتي امسكها لك عشان يلا انفخ انفخ. ايه اللي حصل ده؟ فرقعت؟ فرقعت ازاي؟ طيب يلا بصي دلوقتي بما انه البالونه بتاعتك فرقعت يبقى انت ايه؟ خسرتي ولا كسبتي؟ خسرتي. فاللي بيخسر هنا بيترش. 1 2 3 خلاص. يلا هنروح بقى التحدي الثاني. العين نضاره بقى. هنروح التحدي الثاني. اوعي بقى تكسبيني احسن ترشيني بقى انت كمان. ماشي يلا التحدي التاني. بتعرفي تعملي وشوش بتضحك؟ يعني ايه؟ بصي انا هوريكي، انت كشري وانا هعمل لك وش بيضحك. لو ضحكتي يبقى انت ايه اللي خسرانه. ماشي يلا كشري كده وخليكي بصوره. 1 2 3 ضحكتي. لا ما ضحكتيش يبقى انا اللي خسرت وانت هترشيني. استني رجيها جامد، رجيها جامد الاول. يلا 1 2 3 دوسي جامد. دوسي. استني انا مستنيه اهو. بدوس جامد. ماشي عايزه ايه دلوقتي انت؟ بصي دوسي انت. دوسي ادوس انا اغرق نفسي. بصي انا 1 2 3 حرام عليك يا جميلة، حرام عليك ما كانش العشب كده تغرقيني كده كده. يلا دلوقتي هنروح للتحدي الأخير. تعرفي تشربي عصير؟ اه بعرف. بسرعة؟ هنجيب كوبايتين عصير ونشوف مين فينا اللي هتخلص العصير بتاعها أسرع، هتبقى هي اللي كسبانة، أوكي؟ يلا هاتوا لنا بقى العصير. 1 2 3 ابتدي. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. برافو عليكي. غمضي عينك كده وانت بتشربي، هتشربي أسرع. غمضي عينك غمضي عيني غمضي عيني. فتحي خلاص فتحي بقى عشان تشربي جامد. يلا ستوب التايم خلص. وريني كده. الحمد لله العصير ده شبعني قوي. وريني كده. ايه ده انت لسه ما خلصتيش؟ ده انا خلصت الكوبايه بتاعتي كلها. يبقى انت للاسف انت اللي خسرتي وهعاقبك عشان تعدي معايا المرحله دي، اوكي؟ يلا ايه اكتر اكل مش بتحبيه؟ استني هسالك. انا معاكي اهو، انا عارفه ان بتحبي الهدوء والتاني. انا خدت بالي من ساعه ما كنتش متانيه. كلي منها مرة أو اتنين هنشوف كده حسب. مرة. ايه؟ مرة واحد. أنا هأكلك أنا طيب عشان ما تحسيش. طب مرة واحدة. ماشي هشوف، لو أكلتيها حلو يبقى مرة واحدة، لو أكلتيها وحش هيبقى ماشي. بس كشري كشري. أيوه يلا افتحي بقى. يلا حلوة؟ قوي؟ بس مش عايزه تاني. ايه؟ مش عايزه تاني. ليه مش عايزه تاني؟ مش انتي بتقولي حلوه؟ خد. مش انتي بتقولي حلوه؟ اه بس مش هي مش يعني مش حلوه قوي يعني مش عايزه تاني. انتي عسل وانتي خلاص كسبتي معايا في المرحله دي. وشوف
الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ لا انا هقول الجهاز ده جهاز كشف الكذب. انت بتكذبي؟ يعني عمرك ما كذبتي في حياتك؟ كذبتي؟ بس كانت مرة. مستعد؟ مستعد. يلا اسمك ايه؟ ياسين. برافو. هنا احمد زهرة. عندك كم سنة؟ 7. يعني بكرة ان شاء الله يبقى عيد ميلادي، المفروض النهاردة بس عشان ده امتحان فأنا مامي هتعمله لي بكرة. حاسس انك مبسوط ولا حاسس انك قلقان؟ مبسوط. حاسة كده وبعدين ارجع كده، حاسة كده وبعدين ارجع كده. تحب المدرسة؟ أول ما أصحى بحس إن أنا مش عايزة، بس لما أروح بحس إن أنا عايزة. يعني أنتي بتحبي النوم؟ طب قولي مين أكتر حد بتحبه في المدرسة؟ مالك. مين أكتر بقى مدرس ما بتحبهوش؟ مستر عزت. ليه بقى؟ عمل إيه مستر عزت؟ هو ما بيخلينيش اروح في حتة الكبار. بحب البنات. مش بتحب البنات؟ شوية شوية.